الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أنا أبدأ مما انتهى منه أخونا الشيخ نبيل جزاه الله خير، وكلامه يا أخواننا كلام حقيقة يقع في القلوب، لأنه من كلام الله تبارك وتعالى. والمولى عز وجل يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، بل لله الأمر جميعا، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. هذا القرآن كتاب أنزله الله تبارك وتعالى هداية للعباد. قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأي زول يا أخوانا داير له هداية خلاف القرآن والسنة، ده أقنع منه ساي ثاني. ما بتلقى لك هداية غير القرآن والسنة. وأي إنسان يكلمك بخلاف ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده لعب عليك، بس ده لعب عليك وغش عليك. لذلك أنا أعجبني جدا كلام الشيخ نبيل والأدلة التي سردها، والأدلة اللي قالها دي تكفي لمن كان له قلب. أي زول مؤمن بالله سبحانه وتعالى تكفيه هذه الأدلة. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. ده كلام واضح يا اخواننا. قال لك اللي بيهديك في ظلمات البر والبحر دمنه مش الله؟ نعم. طيب أإله مع الله يعني تاني منو؟ اللي انت بتقبل له خلاف المولى سبحانه وتعالى، اللي انت بتتوجه له وتشكي له حوائجك وتدعو لكشف الكربات، من تدعو منو انت تاني؟ اذا كان انت فقدت املك في ربك الخلقك، تترك ربك وتباري لك مخلوق مسكين. قال تبارك وتعالى في سورة القصص: قال أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. قد أنت تدبر الآية دي، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يعني ليل طوالي نهار ما فيه. ربنا قال لك: من إله غير الله يأتيكم بضياء. منو اللي بيجيب لكم ضوء تاني إذا كان المسألة بقت شنو؟ ها؟ ليل ماشي طوالي. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تذكرون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ يعني إذا كان المولى سبحانه وتعالى بقى لنا الموضوع ده كله ليل، اللي بيقدر يجيبوا لنا نهار منو تاني؟ منو في شيخ بيقدر يجي يقلبها نهار؟ ما في. فهمت؟ لا في زول بيجيب نهار في وقت الليل، لا في زول بيجيب ليل في وقت النهار. إذن يا اخواننا هذه الآيات فيها موعظة لك. آخر آية ختم بها هي قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الآية دي طبعا الصوفية الآن بيعرضوها لك بنظريات. يعني واحد منهم بيجي بيقول لك: شيخنا بيعلم الغيب. بيقول لك: شيخنا البجاي ده زي الجماعة جو البارح هنا عاملين جوطة. فهمت؟ وشيوخ بيعلموا الغيب. نحن دارين نناقشك المسألة دي بالأدلة. أنت خليني من شيخك بيعلم غيب وشيخك بيطير. أنا داري أناقشك الموضوع ده من القرآن والسنة. فهمت؟ نجي نشوف هل في دليل إنه في شيخ بيعلم غيب؟ كده خليك من شيخ، قبلك قبل الشيخ. أنا بناقش لك الأعلى من الشيوخ ذاتهم. أعلى مرحلة هي مرحلة الأنبياء والرسل. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الأنبياء والرسل. قد أنا بعدين بجيك لشيخك. نحن أول حاجة نحدد هل الأنبياء بيعلموا الغيب ولا ما بيعلموا، بعد ذاك نجي للأولياء بتاعنا قليل. أولا الأنبياء لا يعلمون الغيب، أنبياء ما بيعلموا الغيب. الدليل الأول تحسب معي ما تدود صاي، مش لا بتاع سورة الجن ده أنا جايك ليه وما فاهم حاجة. يجي يقول لك الآية: إلا من ارتضى من الرسول. أي سل عينك، أنت ما فاهم الآية ذاتها معناها شنو. أنا جايك لا بس أصبر حبة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة:
ده الدليل الأول في سورة المائدة. قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل، خد بالك ده مش رسل، يوم يجمع الله الرسل، بيكون بيسألهم ربنا، بقدم لهم سؤال فيقول ماذا أجبتم، يسألهم يوم القيامة يقول لهم ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الرسل ذات نفسهم لما المولى سبحانه وتعالى يسألهم يقولوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يا أخواننا ما تشتغلوا بايز البر عليك، أنا أسكتوا خلوه البكوري، خلي كورك معينة بس، أنا بعرف بتفاهم معهم، ده ما شغلي أنا، أنا بعرف بتفاهم معهم، بس أنت خليه كورك ساي، بس أنت خليه روق، أنت أسمع بمزاج. الدليل الأول ذكرنا في الآية، تكلم المولى في نفس الصورة عن عيسى بن مريم عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، رسول كريم ده كمان، هذا عندك فيه كلام برضو رسول. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، ما قلت يعني سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت، خد بالك ده عيسى ابن مريم بيقول لربنا شنو، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، شيل أمرتني به وبس يا الله، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، وقت وجودي قبل ما ترفعني يا الله، وقت وجودي كنت شهيدا عليهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عيسى ابن مريم بيقول لربنا إنك أنت علام الغيوب، علام الغيوب الله، فهمت؟ علام الغيوب الله، ما في رسول بيعلم الغيب. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ربنا قال له قول، قول، قال له قول، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. دي آية، أنت قال أنت عارف الجماعة يقول لك أنت شايف ده كلام الوهابية يا ناس، ده حقنا إحنا، ده قرآن ربنا نزله هداية للبشرية عامة، ده ما جبنا نحنا، فهمت كلامي؟ دي في سورة الأعراف، قل، قال لهم قل، وقال ولا ما قال؟ قال قل إني، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني في حاجات أكان بعمل حسابي منها، قال لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ده مش قرآن، دي مش آية في سورة الأعراف، السيد يصوف في غلطك، لا نبي، نبي علم الغاب، الآية دي أنت قريتها؟ الآية دي قريتها؟ قال لك ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ده نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ذاته، عشان ما تتغالط. طيب أزيدك كمان، سورة الأنعام قريتها؟ الأنعام، ما الأنعام اللافة ديك، لا سورة، سورة اسمها الأنعام، ربنا سبحانه وتعالى في الصورة دي قال قل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له قول، قال له قول، وهو قال ورانا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، الخزائن بتاعت الله، قال لهم أنا ما عندي، دي نمرة واحد. الآية دي لو ما لقيتها في سورة الأنعام تعال قابلني، قال له لا أقول لكم عندي خزائن الله، نمرة واحد. اثنين، ولا أعلم الغيبة، عادية صريحة يعني، لا ما بعلم الغيب، قال له قول لهم يا محمد، يا محمد قول لهم أنا ما بعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، أصلي أي واحد يغلطك، لو أعلم الغيب، وأعلم الغيب، وطوالي شنو؟ جاري للآية بتاع سورة الجن وما فاهمة سورة الجن، هناك طوالي يقول لك إلا من ارتضى من الرسول، إلا من ارتضى، في آية بتبدأ بإلا، من الله خلقك؟ لقاك جملة مفيدة بتبدأ بإلا، إلا ده استثناء ولا ما استثناء؟ معقول الجملة تبدأ بإلا؟ ولا في كلام قبالة؟ طيب الكلام القبالة شنو؟ أول الآية ربنا قال عالم الغيب، عالم الغيب ده منو؟ ده الله، دي بداية الآية، شايف لو بتفهم
تفهم الموضوع ده كله، ده بداية فوق. عالم الغيب قال فلا يظهر، فلا يظهر يعني ما يعلم، فلا يظهر على غيبه أحدا. الاستثناء يرجع لشنو؟ ليظهر يعني يعلم، ما بيعلم أحد من الغيوب إلا منو؟ بيعلم الرسل، لكن بيعلمنا الغيب كله ولا بعض الأمور؟ ده الفهم كده. لكن الصوم مدروش يقول لك والله بيعلم الغيب بالله. وطيب الآية بتاع سورة الأعراف دي بتوديها وين؟ وسورة الأنعام قال لك ولا أعلم الغيبة، دي بتوديها وين أنت؟ يعني القرآن بيعارض؟ بيتعارض القرآن؟ ما بيتعارض القرآن يا أخي. عشان كده لما تجمع الآية هناك ولا أعلم الغيبة مع الآية هنا بتاع سورة الجن، ها؟ فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يعني الرسول ربنا بعلمه بعض الأمور، ما الغيب كله. ده الفهم كده. فهمت؟ ربنا بعلمه بعض الأمور، وده الرسول بالذات، ها؟ خلي بالك. عشان ما تقول لي أنت، وطبعا شيخنا برضه تابع له، شيخنا بتكة، تابع. ربنا قال إلا من ارتضى من شنو؟ من شنو؟ عشان تعرف الدجل بتاع الصوفية أقرا كتاب اسمه أزاهير الرياض، جاب الآية دي فوق، كتب الآية من أولها إلا من ارتضى من رسول، جاب كله لحد ما وقف هنا. من ارتضى من رسول لعمل واحد حاشية، ده الناس اللي بيعرفوا التأليف بيعمل لك واحد كده حاشية، بيكتب تحت قال إلا من ارتضى من رسول، تحت كاتب أولي. تضيف للقرآن يعني حاشية على القرآن. أنا أول مرة تلاقيني حاشية بتضيفوها للقرآن، يعني بتزيد، بتزيد القرآن أنت؟ تزيد كلام الله؟ كلام فارغ. ربنا قال إلا من ارتضى من رسول. يا إخواننا فهم الآية دي إنه النبي، أي نبي من الأنبياء ربنا بعلمه شيء من علوم الغيب لغرض الرسالة، لأنه النبي مش بيجي يكلم قومه بيقول لهم في جنة وفي نار، مش بيقول لهم كده؟ طيب الجنة دي هي غيب ولا شهادة؟ قدامنا شايفينها ولا غيب؟ غيب. ها النبي صلى الله عليه وسلم جال للصحابة يوم من الأيام قال لهم إني أريت الجنة، أريت الكاف الجنة، عديل كويس؟ ده غيب ولا ما غيب؟ طيب ربنا ليه علمه له؟ ليه؟ الغرض شنو؟ عشان يجي يخبرك أنت بعد ذاك. المؤمن بيصدق والكافر بيكذب، صح؟ ده الفهم كده. قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، عنقود بتاع عنب اتناولت كده، داير امسكه في يدي، قال لو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، قال وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. وروا النار، وروا الجنة، دي أخواننا من علوم الغيب، لكن وراه لو لأنه رسول. عشان كده ربنا قال لك إلا من ارتضى من رسول، الرسول بيوروه هذه العلوم من علوم الغيب، ما كلها، بيوروه هذه العلوم عشان بعد ذاك يجي يبلغها للأمة، يبلغها يكلمهم يقول لهم الجنة. عشان أنت تتشوق للجنة، هسا الجنة لو ما كلموك فيها شنو؟ أنت بتشتاق لها كيف؟ يوروك فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشارب، وأنهار من عسل مصفى. فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليه الكلام ده كله؟ ده يخص الرسالة. عشان كده النبي، أي نبي من الأنبياء ربنا بعلمه شيئا من العلوم، وده ما اسمه النبي بيعلم الغيب، ما بيعلم الغيب. أديك شاهد من واقع السيرة كويس، والصوفية عاملين فيها بيقروا السيرة، الواحد يقعد تلقى ماسك لك كتاب وصلوا على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم نحن بنحبه وبنصلي عليه، لكن الله ما قال لك تعال اعمل للناس قول صلوا عليه صلوا عليه، ده محتال، ده ياكل حقك. فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا كده صلي عليه، النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، يعني انت سمعت اسمه تصلي، ده الموضوع كده. لكن مش ده تمسك الجماعة، ها زيدوا زيدوا الحبيب كده ادوا تاني، وشنو انت روحك في سوق؟ سوق انت قالوا؟ لا ما كده. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجي بيقعد للصحابه يقول لهم صلوا زيدوا تاني ادوا حبه ادي حبتين وكده كان؟ ما في كلام زي ده. ها يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه. امشي راجع تفسير وتفاصيل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ابن كثير، في تفسير سوره الاحزاب، في قوله تعالى
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مش أقرأ التفاصيل وأحكامه هناك، لكن الصوفي يعمل لك إزعاج، بيشتغل بها تجارة، تجارة يلقى جماعة. طبعا الناس بطبيعتهم بيحبوا النبي، وأي مسلم بيحب النبي، الناس تحبوا النبي صلوا عليه، زيدوا الحبيب صلاة، يفرش المصلاية بتاعته خدت ليهني النبي صلينا عليه، لكن ما بنخدت ليك قريش ما في يا محتال. ها شغالين تجارة، واحد محتال دار ياكل بدينه، انت يا اخي انت زول بتاع دين، تعال هنا علمنا دين، وامشي في السوق بيع مانجا هناك، ابقى راجل زي الرجال. انت شيخ؟ انت زول بتاع دين؟ ها خليك انت زول غدوة ذاتك، ما تبقى شحاد، ما تبقى الناس انت راجل كبير، والشباب الصغار هذا شغالين ما شاء الله، الواحد بيعتل في ظهره ذاك ببيع مانجا هناك، فيمتى بجر درداقه كر بجرها في الوطن، بيلقط حقه بالحلال، بياكل بالحلال، لكن ما يمشي يجي يفرش له مصلايه وياكل حق الناس بالحرام. عشان كده ربنا قال ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، لانه ذول قال دار ياكل حق الناس، زول شيخ ولا شحاد ولا جعان، دار ياكل حق الناس بالباطل. ويا ريت لو بيعلموا الدين حق بعد يعلموا له بالحجبات زي الاهبل اللي جا المره اللي فاتت ذاك وقعد كورك وفات، لانه الحجبات بارت ولسه نحن حلقتنا دي شغاله حجاب ان شاء الله ثاني ما بتبيعه والله الا تمشي تبيع مانجا. يا دول المانجا الايام دي سمحه، بيع مانجا وكل حلال، بيع تمر، التمر بتاع الشماليه ده ما رجع الايام دي، بيع التمر ده، بيع مانجا، بيع سجم رماد وكل حلال. فهمت كلامي؟ على اي حال الانبياء ربنا بكلمك عن الانبياء قال ما يعلم الغيب في سوره هود، ربنا كلمنا عن نوح عليه السلام، نوح ده مش رسول، هذا اول الرسل كمان. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. نوح قال لهم ولا اعلم الغيب، اذا كان يا اخواننا خد بالك نوح أول رسول إلى أهل الأرض، وربنا سماه عبدا شكورا، نوح ربنا سماه عبد شكور، ما عدا بيقول لا أعلم الغيب، إجا أسفة كبتع صوفية رأس ماله في الدنيا دي سبحة لا لوبة بس ماسكة ور الليل كله يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم الليل كله وبيدعى ذاته، يجي ده يعلم غيب فكي وسخان يعلم غيب. ونوح نبي، نبي من أنبياء الله عز وجل، ابتلي ابتلاء عظيم وربنا انغزه بالفلك، فهمت؟ ما بيعلم الغيب، يعلم الفكي بتاعك يا صوفي. ارجع لك للقصه من السيره، قصه النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات طلع معاه السيده عائشه، ده لو درت راي على القصه دي ارجع تفسير ابن كثير تفسير سوره المائده الصفحه الثانيه في سوره المائده ايه التيمم، ايه طويله تلقاها التيمم في الصفحه الثالثه في سوره المائده، امشي اقرا. السيدة عائشة رضي الله عنها كان عندها عقد من خرزات جابوا لها من اليمن، لابسة العقد بتاعها، فانفرط العقد وقع منها العقد، بقت بتبحث عنه وما لاقي العقد. الحديث بتاعها بتتكلم بتحكي في القصة، هي براه سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بتحكي في القصة في صحيح البخاري، أول باب في صحيح البخاري باب بدء الوحي، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت فجاءني ابو بكر الصديق، ده ابوه رضي الله عنه، قالت فجعل، لانه انت عارف بيفتش في العقد بتاعه ده يومين يومين يا اخواننا بيفتش في العقد بتاعه ما لاقنه كويس، لحد ما كملت المويه اللي معاهم وقاعدين في وادي ما فيه مويه محل عطش والمويه شايلينها كملت كلها، شفت كيف؟ فقالت جاءني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قالت وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، الخاصرة البطن يعني في بطن أبو بكر الصديق زعلان، إن هي بسبب العقد بتاع راح ودايرة تفتش العقد، الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد بفتش، الصحابة معاه قاعدين بفتشوا، فأبو بكر الصديق بقى بيطعنها في قالت ولا يمنعني من التحرك، الطعنه واجعه بيده، قالت الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من ادبها واحترامها
النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حجرية، ماذا تتحرك عشان توغض من نومه عليه الصلاة والسلام؟ قالت: ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الناس اللي بيعملوا جوطة برا دي مسرحيات، دار يخربوا بها الحلقة، ما تشتغل بهم. في نشالين برا بيعملوا جوطة عشان انت تمطى كده ترفع يدك بينشلوك، فهمت؟ في نشالين، اعمل حسابك. في جماعة بتاعين فوضى، واحد بيخلق لهم مسرحية، دي انا شغالة لهم نعرفها من زمان. واحد يلقى الحلقة والناس مندمجين بيسمعوا بيتعلموا وبيستفيدوا، بيمشي بيعمل له شكل بغاية، وهم متفقين الاثنين اعمل فيها. تعال يا وهابي، هو انا الاثنين صوفية يا وهابي، والله ما اخليك. اوه عشان انت تقول في شكل هناك وما في اي حاجة، ما فايدة شغل بتاع شمارات ساي، فهمت؟ خليك مع الحلقة دي بس، كان يتماوت واللي يتماوت برا بطريقته. طيب السيدة عائشة قالت رضي الله عنها، قالت: فقال لي أبو بكر الصديق: أقمت برسول الله وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. أنت كلام قاعدهم في المحل ده وكده، وغضب رضي الله عنه. بعد ذاك يومين لحد ما نزلت آية التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا لأنه مويه ما فيه. أنت قال منتظرين لش... قالت السيدة عائشة: فلما أقمنا البعير، البعير اللي كانت هي راكبة عليه، الناقة، قالت: فلما أقمنا البعير وجدنا العقد تحت البعير. خد بالك معاي، العقد تحت البعير، والسيدة عائشة بتفتش عنه، صحابية جليلة ومن أولياء الله، الصحابة كلهم بيفتشوا عنه، أجلاء من أولياء الله الصالحين، ده صالحين كلهم، ما في واحد ما صالح، كلهم أولياء وصالحين، فهمت؟ معاهم رسول الله، أصلح بشر خلقه الله، أصلح بشر، وأفضل من خلق الله ومن مشى على الأرض وسرى عليه الصلاة والسلام. بيفتش في العقد، العقد وينه؟ لقيته؟ ما لقيناه. العقد بوين؟ ما لقيناه. والعقد تحت البعير. أها، ده أولياء ولا ما أولياء؟ لو قلت ما أولياء كفرته. ها؟ وكمان كان قلت ده الأولياء، نقول لك العقد تحت البعير وما شافوه، إذا ما بيعلموا الغيب. طيب لو قلت لي لا لا أبويا الشيخ بيعلم الغيب، أقول لك أبوك الشيخ أفضل من السيدة عائشة؟ أنت بتلعب؟ 70,000 صوفي ما بساووا كراع السيدة عائشة رضي الله عنها. الإمام الذهبي قال: وهي أعلم نساء الدنيا جميعا. شفت أمة محمد والأمم السابقة كلها ما في أعلم من السيدة عائشة رضي الله عنها. مع ذلك العقد تحت البعير حقه، ولي صالحة نزلت فيها 10 آيات، انت نزل فيك شنو يا صوفي؟ انزل فيك لوري شاحن بالتيخ، انت نزل فيك شنو؟ نزلت 10 آيات في سورة النور، سورة النور، ها؟ 10 آيات تتلى ليوم الدين في السيدة عائشة، فهمت؟ ولي صالحة، انت بتتعبد الله، ببراءة السيدة عائشة وبإكرامها، ربنا يكرمها بآيات من فوق، فهمت؟ ربنا يكرمها بالآيات، فهمت كلامي؟ وانت بتتعبد الله بعده، وبعد ده تطلع الفكي بتاعك افضل منها، تطلع الفكي، فكي ساي. مع ده كله السيدة عائشة تكلمك عن 3 أشياء، 3 أشياء مهمة، لأنه أنا عرفت البارحة الدجال اللي اسمه حامد ولا معاه تاني شلة جو في المحل ده هنا، ونحن دارينك كنت مرقو ذاته تجو الساحات دي، نحن ما قاعدين هنا وانتوا قاعدين، فهمت؟ تعالوا الساعة هنا، انتوا قدموا كلامكم الفارغ ونحن بنجي نديك الأدلة من الكتاب والسنة. والله يا صوفي، والله يا صوفي الشغل شغلتك تخرب كلها، عامل فيها داري بالحجبات، دول بقى حجبات عنده علاقة مع الدين، زول بيقرا آيات غلط. قال: ولقد خلقنا السماوات، سماوات دي لغة وين دي؟ اللغة العربية كلها ما فيها سماوات بالفتحة، ما فيها كلها لغة العرب، لغة الدينكا، لغة الهوسة، ما في سماوات بالفتحة الله هديك، فهمت كلامي ده؟ لكن ده يفتح لك السماوات ويفتح جيبك بيقلع منه، فهمت كلامي؟ ويفتح راسك يخرب لك دينك اللي انت فاهمه، ده شغال لعب، لعب بالدين. لكن احنا بننظمك بالايات، ما عندنا معك ثاني نظام، نظامنا معك ايات واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام. السيده عائشه تقول لما سالها مسروق، ده من التابعين من تلاميذ السيده عائشه، سال سؤال، قال: هل راى محمد ربه؟ سؤال قدم للسيده عائشه رضي الله عنها. قالت: يا بني لقد قف شعري مما قلت. والله قالت لي انا شعري ده وقف،
لأنه أنت لما الموضوع تستصعبه جسمك بكش. قالت له لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاثة؟ من حدثك بهن فقد كذب. دي السيدة عائشة كمان دي تقول ايه وهابية؟ أها أوعى نظمت بتبقى كافر، أوعى تنظم. السيدة عائشة قالت له ثلاثة، من حدثك بهن فقد كذب أو فقد أعظم على الله الفرية. الأولى قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه، يعني بعينه في الدنيا رأى ربه رؤية قلب، دي معروفة، رأى ربه رؤية قلب معروفة. أما بعينه قال نور أن أراه، ما رأوا بعينه كويس. فقالت من حدثك أن محمدا رأى ربه يعني في الدنيا دي فقد كذب، ومن حدثك أن محمدا كتم، كتم يعني شنو؟ كتم يعني دس شيء من الشريعة ما بلغوا للأمة. من حدثك أن محمدا كتم فقد أعظم على الله الفرية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيء من الشريعة ولا كيف يا أخوانا؟ في حاجة من الشريعة ما بلغ لنا؟ بعد لو سألت الصوفي تقول له أنت صلاة الفاتح دي جبتها من وين؟ أنا في السنة ما لاقتني، جبتها من وين؟ يقول لك أيوه دي أحمد التجاني الدالي والنبي. أيوه يعني النبي لما مات ما قال، بس أنا درس للمعلومة دي، النبي لما مات صلاة الفاتح دي ما قالها صح؟ يقول لك أي أي ما قالها. طيب السيدة عائشة قالت لك من حدثك أن محمدا كتم فقد أعظم على الله الفرية. النبي كتم حاجة من الشريعة؟ أرجع لآية سورة المائدة، قال تبارك وتعالى يا أيها النبي بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنت لو جيت قلت لي في حاجة من الدين النبي ما بلغ لحد ما مات، ها؟ وجا جاب لأحمد تجاني بالورق، بقول لك يلزم من الكلام ده إنك أنت بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتم الشريعة. كويس؟ طيب نرجع للموضوع، آخر كلمة قالتها، قالت من حدثك أن محمدا يعلم الغيب، يعلم الغيبة فقد كذب. ليه؟ استدلت السيدة عائشة بشنو؟ قالت لأنه يقول لا يعلم الغيب إلا الله. الكلمة دي قالها منو؟ دي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الغيب إلا الله. يا صوفي تعلم الغيب أنت؟ أنت تعلم الغيب؟ تعال أقول لك شيء، أنا بديك آخر كلمة دار أقولك، بملاليك يدي دي حصحاص من الواطدة ولا بصاص بتاع التمر ده، التمر راقد ما شاء الله، شايف ده بتاع البلح، أنا بملى يدي دي وبتحدى أي صوفي، تعال أعرف ليه في يدي دي كم؟ تعال جيب حامد، مش قال يعلم الغيب الأولياء يعلم الغيب؟ تعال مملاك يدي من هنا ده وعارف عليه كم؟ يا كذاب يا مفتري، ده بيان بالعمل، تعال ساكر، تعال من هنا ده مملاك الوطني كذاب. تعرف شنو هسه الدكان داك فيه شنو؟ تعال اصوف الدكان داك فيه كم، فيه كم صنف، في عدس هناك ولا ما في الدكان داك؟ ها مدمس عنده ولا ما عنده؟ المكادة فيه ولا كمل من الدكان هناك داك؟ لا انت بتلعب، تلعب بالشريعة، تعلم غيب كيف يا اخو؟ رسول ما يعلم الغيب. اذا ده خلاصة انا ردد على شوفها واحدة، استمرارا من كلام اخونا الشيخ نبيل، واخلي الشيخ مزمن ان شاء الله يرد على بقية الشبه الواردة. تفضل الشيخ. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.